طبعاً هذا الموضوع محكوم بقانون، قانون التدرج الطبي، وكل الخريجين هم الدولة ملزمة بتعيينهم موجب هذا القانون. والمشكلة اللي تفضلتي بها أنه من 61,000 تقريباً خريج، هي وزارة المالية يمكن أخذت نصف العدد، أخذوا 39,900 على ما أذكر الرقم. الآن يعني هذا الموضوع قيد، يعني هناك مشكلة حقيقة أنه الدولة هي ملزمة أن تعينهم. طيب حاجة القطاعات، ما نحتاج أصحاب المهن هاي حقا؟ لا إحنا احتياج، إحنا يعني نعم. موضوع الاحتياج طبعا هو السوق اللي حدد، يعني الآن إحنا عندنا نوع من الخلل في هذا الجانب، أنه خريجين بآلاف الدرجات من الصيادلة على سبيل المثال وأطباء الأسنان، واللي الحاجة لهم أقل من هذا الرقم، ولكن إحنا هذول الكليات الأهلية المجازة تخرجهم. لا. والكليات الحكومية علينا أن نعيد النظر ببرامج اللي نوجه الطلبة يروحون إلى الاختصاصات اللي يحتاجها سوق العمل. إذن هي لكن مخرجات وزارة التعليم العالي. بالضبط. فإحنا الدولة هي ملزمة أن تعينهم بوجب قانون التدرج الطبي. نعم. وما لهم حق حتى يروحون يفتحون صيدلية.